باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. من سفر عزرا الكاهن والكاتب والنبي بركته على جميعنا أمين. هنقرأ ثلاث آيات ابتداء من آية 7. منذ أيام أبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم. إصحاح 9. ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم مجدا للثالوث الأقدس إلهنا دائما أبديا آمين. في الآيات التي قرأت على مسامعكم في هذا المساء المبارك والتي اقتطعتها من صلاة لعزرا الكاهن والكاتب، فصلاته طويلة ولكن بعض الكلمات تفيدنا لمدة طويلة جدا ولو كانت قليلة هذه الكلمات. فبدأ كلامه مع الله وأمام الناس قائلا: منذ أيام أبائنا نحن في إثم عظيم إلى هذا اليوم، ولأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. صلاة مؤثرة وموقف أليم وحال مزري وخزي للوجوه، هكذا تصنع الخطية في الإنسان وفي جميع البشر في كل زمان وفي كل جيل. أن يضع كاهن نفسه وهو نبي عظيم وكاتب ومرمم أسوار أورشليم، يضع نفسه مع الشعب ويصلي بلسان حالهم، شيء عظيم ورائع جدا من عزرا الكاهن والكاتب برغم الموضع والموقف والرداء قطعه ولحية نتفها وحزن وصراخ وصوم وبكاء أثناء هذه الصلوة وأثناء هذه الكلمات على حال الشعب في خطاياه. لكن لم ينس هذا قديس النبي أبدا الله وشخصية الله الرائعة مع حتى الخطاة. فبعض الخطاة يظنون أن الله ينساهم أو يصرف وجهه عنهم، وبعض الخطاة يستمر في خطاياهم ويقولون: ابعد عنا يا رب، وبمعرفة طرقك لا نصر. ويقول الجاهل في قلبه: ليس إله. لكن لم ينسى عمل الله معهم في كل السبعين سنة للسبي في بابل ومع الملوك ومع الكهنة ومع كل هؤلاء.
هذا ما نعرفه نحن أيضا كما هم في ذلك الزمان، أن الله رحيم ويرحم من يرحم ويترأف على من يترأف، محب للعشرين والخطاة، ولا ينسى أبدا محبة إنسان له كل المجد. عايز أتكلم النهاردة بعنوان رداء صلاة المساء. رداء صلاة المساء. حصل إني أنا طبعا أتكلم في أول كلمة بعنوان الوضع الأليم، الوضع الأليم. تاني دفعة أو فوج راجع من سبي بابل لأورشليم. طبعا أورشليم لما حصل السبي والنهب وخربها كل قوتها اتخذت واتنقلت لبابل. ليه؟ عشان ما تقدرش تقاوم، زي ما اليومين دول بيحصل كده بين إسرائيل وفلسطين، ويعلنوا بعد أيام إن دول ملهمش إيه أي وقوف قدام إسرائيل كدولة. تقولوا لي دي يمكن بداية النهاية، يمكن. إنما الفوج الثاني رجع من المسبيين من بابل، قعدوا في السبي 70 سنة. القوة بتاعت أورشليم مفقودة، الهيكل متخرب، الأسوار متهدمة، الحال أليم جدا والموقف مزري. طب هم في السبي كان حالهم إيه؟ هم في السبي كانت عينهم زايغة، فبدأوا إيه؟ يتجوزوا وثنيات. فبعد رجوعهم ب4 شهور رؤساء الشعب راحوا العذراء الكاهن الكاتب النبي، وقالوا له أنت قديسي الوحيد اللي في وسطنا، اسمع اللي حاصل إيه. قال لهم في إيه يا جماعة؟ في يهود متجوزين وثنيات. طبعا هنستثنى من الموضوع رعوس المؤابي، دي كانت إنسانة بركة وقديسة، إنما دلوقتي اللي هيتولدوا من أب يهودي وأم وثنية، مين اللي بتربي في البيت؟ مين اللي شقيانة طول النهار؟ مين اللي صوتها طالع مع العيال؟ الأم. يبقى هتربيهم على إيه؟ عبادة الوثن. هتعلمهم تعليم الديانة بتاعتها، ودولت بيسميهم الكتاب غير شرفاء الجنس. لما الرب يسوع اتكلم وقال في مرة من المرات إنسان شريف الجنس ذهب إلى كورة بعيدة وسلم الغيط بتاعه لكرامين، إيه ليه المرة دي قال شريف الجنس؟ يقصد مولود من أب وأم يهوديين، مش من أب يهودي وأم وثنية. طب اللي من أب يهودي وأم وثنية أقول يبقى غير شريف الجنس، ودي كانت من ضمن مشاكل السامرة أيام ما كان اليهود لا يعاملون السامريين وعبادتهم الوثنية بشكل مستمر. أول ما سمع الكلام ده عذراء الكاهن الكاتب النبي العظيم ده، بدأ وهو بيصلي صلوة المساء، جه ميعاد صلوة المساء، دي حكاية معروفة قوي. جه ميعاد الصلاة فقطع هدومه ونتف لحيته وشد في شعره يمكن، وبهدل كده نفسه خالص، تزلل وخشع وبدأ يصلي لربنا ويتكلم معاه في وقت ذبيحة وتقدمة المساء. أول ما أقول تقدمة المساء أفتكر مين؟ الرب يسوع المسيح. عارفين أبونا لما بيمسك الشرع وينزل كده في وسط الكنيسة، مش بتلاقوه بيبخر ويلف حوالين نفسه؟ طبعا مش بيدوخ نفسه يعني، لا، ده واقف ايه بيقول يسوع المسيح هو امس واليوم والى الابد اقنوم واحد نسجد له ونمجده، هذا الذي اصعد ذاته ذبيحه حيه في وقت المساء.
يبقى إذن تقدمة المساء وصلاة المساء بتاعت خيمة الاجتماع وبتاعت هيكل سليمان هي أصلا بتشاور على إيه؟ المسيح اللي في وقت المساء قدم ذاته ذبيحة عن خطايانا خطايا العالم كله، حامل كل الأشياء حمله الصليب، حامل كل الأشياء وحامل خطايا العالم زي ما شاور عليه يوحنا المعمدان حمله الصليب، حتة خشبة لكنها عملت معجزة، حملت حامل خطايا العالم كله. فلما حصل إني بدأ عزرة يصلي في وقت صلاة المساء، كان مقطع هدومه شادد مقطع دقنه وحركات كتير تزللية وخشوعية، ولكن كل ده بعد ما سمع عن ان في يهوديين متجوزين من الستات الوثنيات. الشيء الجدير بالذكر ان ده من ضمن الاسباب اللي خلت كل الشعب المختار يروح سبي بابل اصلا. انتوا عارفين يعني ايه انسان يفضل جوه سجن لمدة 70 سنة؟ سبي بابل بالنسبة لهم قبر، بابل بالنسبة لهم ظلمة، زي ما قلنا كده في الترنيمة، في ظلمة كانوا ايه؟ جلوس، في ظلمة كانوا جلوس. فالشعب اللي كان في ظلمة أبصر نورا عظيما. السبب إيه؟ مش بر فيهم، ده هم لغاية اللحظة دي كانوا لسه متجوزين ستات وثنيات. لما كان بيحصل كده كان كتير ربنا يقول لهم طب بصوا سرحوا الستات دول تخلوهم يروحوا يروحوا بلادهم، وأمرنا لله العيال اللي جم منهم يفضلوا معاكم وخلاص. كان أحيانا يحصل كده في العهد القديم، لكن المرة دي بدأ يبكي بالدموع، بدأ يقطع شعر دقنه ويقطع هدومه ويصوم ويتزلل. أسمي الكلام ده إيه؟ إحساسات النبي، إحساسات النبوة. ما هو دايما الفرق بين الإنسان القديس والنبي إيه؟ أقول النبي جواه إحساسات إنه عايز ينجي الناس، عايز يخلصهم. طب ما هم كده متجوزين وثنيات، ممكن ربنا يرجعهم السبي تاني. هي دي صعبة على ربنا؟ هو يعني كورش الملك لما أمر بإطلاق بني إسرائيل وقال لهم ارجعوا يا أخوانا أورشليم بلدكم وخلاص بطلنا سبي وفضينا الليلة، هل كورش عمل كده حبا في بني إسرائيل؟ أبدا، إنما مين اللي تعامل معاه؟ ربنا لمس قلب كورش، قال له ماشي الناس دي، دول يهموني، دول يلزموني. منذ أيام أبائنا نحن في اسم عظيم إلى هذا اليوم. ده عزرا الكاهن المفروض وهو بيصلي يقول أنا رب بصلي لأجل الشعب. المرة دي احنا سامعين اللغة بالجمع مش بالمفرد، مش بيقول له أنا رب بصلي عشانه، ده بيقول احنا يا رب في اسم عظيم ومن مدة، لأنهم متجوزين وثنيات من أيام ما هم كانوا في السبي كمان. فبدأ يتكلم بصيغة الجمع، قد إيه شيء عظيم إن نشوف مسؤول ديني عنده هذه الإحساسات الروحية، عنده الإحساس بالرعية إلى هذا الحد. طب وإيه يعني لما يتجوزوا أجنبيات؟ يعني تعرفين الشباب بيسافروا برا وعايزين ياخدوا الجنسية، فبيعملوا إيه؟ يروح متجوزين مدني، مدني شاب كده يروح متجوز واحدة. طبعا هذا الزواج غير معترف به كنسيا، معناه إنه زنا بس رسمي، تخيلوا الكلام، زنا رسمي وياخد الجنسية رسمي ويقعد. صدقوني قابلت واحد من دول قال لي ابونا
بعد ما اتجوزت رحت ايه خدت الجنسية وتمام التمام وشغل ووظيفة وكل حاجة، ولكن بمنتهى البساطة مع أول مشكلة قالت لي أنت متخلف من مصر ما تلزمنيش، ورمت له في ليلة برد تلج، رمت له شنطة هدومه في الشارع وخدت عيالها وعاشت إيه مع أهلها، ودلوقتي بينهم قضية كده إن يشوفوا العيال بالإيه في رؤية، يعني قضية رؤية. الكلام ده برا مصر، فده واحد إيه بيختلط ليه شركة يعني مع غير المؤمنين. فبيقول منذ أيام أبائنا نحن في اسم عظيم بسبب الجواز من وثنيات، لكن اسمعوا الهيرة قال كده لا تعرجوا بين الفرقتين، إن كان الله هو الله فاعبدوه وإن كان الله هو البعل فاعبدوه، لأجل ذنوبنا قد دفعنا نحن وملوكنا وكهنتنا. إيه ملوكنا وكهنتنا؟ أقول دول رؤساء الشعب المدنيين والدينيين الروحيين، يعني ملوكنا وكهنتنا ليد ملوك الأراضي. مين هم ملوك الأراضي؟ أقول بتوع بابل وفارس وأشور وهكذا، للسيف والسبي والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. احنا من زمان عايشين في خطايا بسبب الخلطة الشريرة مع أشرار، والنهاردة لسه عايشين كده. بيقول الكتاب صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. أنا بتكلم بلسان حال عزرة الكاهن، مش بشاور عليه كنتو، أنا بتكلم على لسان عزرة الكاهن. فبيقول احنا قبل كده بسبب خلطتنا مع الوثنيين ربنا ودانا السبي، طب ما نفوق لنفسنا شوي، والنهب وخزي الوجوه كهذا اليوم. بيتكلم بلسانهم هم. عايز اقول ان كانوا في السبي كانوا يعني تحت نير وآلام. شوفوا القديس اغسطينوس بيقول ايه، لتفرح وانت تحت الجلدات فإن الميراث محفوظ لك، لأنه لا يطرد شعبه، هو يؤدب إلى حين ولا يدين إلى الأبد. ربنا ما بينساش أولاده أبدا. ولكن ليه هم اختلطوا بالستات الوثنيات؟ تقول لي أيوه عشان عينيهم زاغت، وحتى سليمان الحكيم برضو كده يعني اتجوز له 1000 واحدة ست أغلبهم وثنيات، أملنا قلبه عن عبادة الله، مع أن ربنا كان بيقول يا سليمان هديك الحكمة يا ابني، وكمان عشان أنت طلبت الصح هديك الباقي كله، ولكن إن سلكت في فرائدي وأحكامي ووصاياي بلا لوم، زي ما تقال عن زكريا وإليصابات كده. ولكن سليمان الحكيم برضو بعد شوية لخبط الدنيا، ودولت كانوا بيتجوزوا وثنيات على رأي المثل اللي بيقول من أمن العقاب أساء الأدب، من أمن العقاب أساء الأدب. أحيانا لما الناس يلاقوا طول أنات الله حنية قلب ربنا الزواغان في الخطية يزيد، يقول لك ليه مصر ربنا طيب، مصر ربنا حنين، وبعدين طلعوا لنا كذا بدعة كده على الماشي، يقول لك ربنا مش ممكن هيودي الناس النار، واخواتنا الكاثوليك يقول لك ربنا حنين هيوديهم يتعذبوا شوية في النار وبعدين يطلعهم يبردوا فوق في الجنة وهكذا. لكن من أمن العقاب أساء الأدب. عايز أقول كلمة تاني بعد الوضع الأليم، عايز أقول الشخص العظيم، الشخص العظيم. والآن كلحيظة كانت رأفة من لدن الرب،
إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا في مكان قدسه، لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. بني إسرائيل قعدوا في السبي مسبيين تقريبا كده من سنة 586 قبل الميلاد أو 87 حاجة كده قبل الميلاد، وهم في السبي كان لسان حالهم وتفكيرهم ورؤيتهم كلها إن مفيش أمل، إحساس صعب جدا ما يفهموش ما يحسوش إلا اللي بيعيش جواه بس. ومع ذلك كانوا اللي عايز يخطي كان بيخطي، ومع ذلك لما تأخر عليهم موسى النبي طلع من جوه قلوبهم عجل ذهبي. طبعا ده مش في أيام السبي، إنما أنا بقصد إن اللي جواهم جواهم، اللي جوه القلب جوه القلب، اللي في الفكر في الفكر، يقولوا له يا رب يا موسى النبي عايزين إله نعرف اسمه إيه ونمشي وراه ونعرف شكله إيه. طب وبعد ما عرفته وخفته منه ومن الزلزلة ومن البروق والرعود وكل السحاب الثقيل لحضوره وعمود النار والضباب اللي بيضلل عليكم، يقول معلش بقى أصل إحنا برضو إيه يعني هنسيب موسى وهارون هم يتصرفوا مع هذا الإله العظيم، وإحنا بقى يعني اللي عايز يزوغ كده يزوغ واللي عايز يعمل حاجة يعملها. وبدأ العجل الذهبي يظهر في حياتهم من ساعة ما كورش قال لهم امشوا شوية كده بتاع 70 سنة. 70 سنة دي في نظر ربنا قالوا حيظة. عارفين احنا كنا الاول بنقول ساعة ودقيقة، دلوقتي ساعة ودقيقة او ثانية، ودلوقتي فمتوا ثانية مش كده؟ فمتوا ثانية يعني ايه؟ جزء من الثانية. في عندنا ساعة وفي عندنا دقيقة وفي عندنا لحظة وفي عندنا النهاردة ايه؟ لحيظة، فمتوا لحظة مش كده؟ يقول له حيظة فاتت 70 سنة كده فاتت يعني، وربنا ما كانش غير مترائف علينا، لا كانت رأفة من لدن الرب، من عنده، من لدن الرب إلهنا ليبقي لنا نجاة ويعطينا وتدا. كلمة وتدا لقيتها في الترجمة الحرفية الحقيقة مسمار كبير، بس مقصود بيه ايه؟ اللي بيثبت الخيمة. معنى انه بيثبت الخيمة يعني ربنا عايزنا نسبة امامه، زي ما بيقول سفر الرؤيا من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الهي. عايزنا نبقى ثابتين، لا في خزي وجوه ولا في خطايا، ونبقى مغسلين ثيابنا ومبيضينها في دم الحمل. ده اللي ربنا عايزه مننا. فبيقول ده غرسنا من رأفته ونجانا ودانا وتد، ثبتنا في مكان قدسه. يعني كل اللي حاضر بيت ربنا النهاردة ممكن يكون البعض لسه مش تايب كويس أو مش تايب خالص، مع أنه حاضر الاجتماع دلوقتي، أقول برغم اللي مش حاضر ده، إنما أفكرك ربنا عايز يثبتك في بيته في مكان قدسه. لينير إلهنا أعيننا. أصل هم في السبي كانوا إيه؟ حاسين إن الدنيا ظلمة. بدأ ينور أعيننا ويعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. دول كانوا قبل كده مستعبدين وهم في أيام كورش وقبله، وكانوا مستعبدين لغاية النهاردة. يعني بيقول يعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم، يعطينا وتدا في مكان قدسه لينير إلهنا أعيننا ويعطينا حياة قليلة في العبودية. هقف عند دي وقفة مهمة جدا.
ممكن حضرتك وحضرتك تقعوا في الخطية بسهولة وما بتاخدوش دقيقة. أي خطية سهلة. وسليمان يقول إيه؟ المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. ممكن الخطايا والسقوط يبقى أسرع منه مفيش. فاكرين المهندس اللي رمى نفسه من برج القاهرة؟ أو ده بينزل بسرعة 220 كيلو متر تقريبا، يصطدم بالأرض ويروح على جهنم بسرعة. تخيلوا السرعة الفظيعة بتاعت السقوط، سقوط البني آدم. ولكن هذا السقوط السريع جدا يقول كده إيه؟ يعطينا حياة قليلة في عبوديتنا. فكروا كويس في نتيجة الخطية. هو بيقول هيدينا حياة قليلة في عبوديتنا، لكن لسه إيه؟ مستعبدين، لسه مستعبدين. ده نسميه إيه؟ نتيجة الخطية. هقول لكم مثل سهل خالص. أسهل خطية الناس بتقولها إيه كل أسبوع؟ بكذب، بحلف، بشتم. وبعدين أحيانا الناس يقول لك يا ابونا الخطية المعتادة، بقول لهم لا، مفيش حاجة اسمها معتاد. طيب تعالوا نمسك خطية كمثل كده. الكذب ممكن واحد يكذب بسهولة جدا ويألف قصص في الكذب ويكذب الكذبة ويصدقها كمان. طيب كذب كتير وملى الدنيا كذب، وبعدين تاب وعاش في التوبة وما كدبش تاني أبدا ومات تايب ووصل لفردوس النعيم في أحضان القديسين. لكن الناس هنا على الأرض لسه بيقولوا الله يرحمه ده كان راجل كذاب، مش كده؟ أنا بقصد إيه؟ بقصد حكم الناس على الناس وحش نتيجة الخطية، ما زالت لزقة في هذا الكذاب برغم أنه إيه؟ تاب يا حول الله وراح للسماء وربنا قبله وسامحه، لكن لسه الوصمة ولسه نتيجة الخطية. شيء ملفت للنظر أن عزرة هو عمال يصلي في الثلاث آيات دول، عمال بيقول إيه؟ يقول يا رب إحنا كنا زمان في خطايانا وما زلنا لغاية النهاردة، وإنت لحيظة كده ترأفت علينا ونجتنا وثبتنا في مكان قدسك ونورت عينينا وعطتنا حياة قليلة في عبوديتنا، بدل ما كانت هتبقى عبودية أطول من كده. قلل المدة، خفف العقوبة، لكن لم يزيل العقوبة بالكامل، ما شالش الشر بالكامل من الحياة في الأرض. هقول آخر كلمة وإحنا بنقول الوضع الأليم والشخص العظيم. آخر كلمة بقول إلهنا رحيم، إلهنا رحيم. آية 9 بتقول لأننا عبيد نحن. ما هو كانوا مستعبدين في بابل ومستعبدين دلوقتي لفارس في الوقت بتاع الكلام ده، فهم لسه في عبودية. خفف عنهم شوية، قلل عنهم شوية، لكن نتيجة الخطية لسه مستمرة عليهم. وأنا اختطفت لي قضية الموت. فآية 9 بتقول في عبوديتنا لم يتركنا، يعزيني ويعزيكم، يفرحني ويفرحكم، إننا في عز ضيقتنا نفتكر إن هو مش نسينا. زي ما كنت بقول في آخر السنة اللي فاتت، إني كل ما افتكر هو عمل إيه معايا السنة اللي فاتت أفرح قوي واتعزى للسنة اللي بعديها. وهكذا كان عزرا بيتكلم بالطريقة دي في صلاته. عارفين معنى الكلام ايه؟ معنى الكلام ان في ناس بتقف تصلي وترفع ايديها قبل ما الموت ينزلها، بس عارفة تتكلم وتكسب قلب ربنا ازاي، عارفة ايه اللي يتنسي في الصلاة وايه اللي ما يتنسيش. ده نسمي الكلام ده ايه؟ اسرار الصلاة المستجابة.
أسرار الصلاة اللي بحق وحقيق، أسرار الصلاة اللي تعمل معجزات زي اللي قريناها النهاردة، أسرار الصلاة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه. طبعا في أيام عزرة وبقيادته بدأ ترميم أسوار أورشليم، لأننا عبيد نحن وفي عبوديتنا لم يتركنا إلهنا، بل بسط علينا رحمة أمام ملوك فارس ليعطينا حياة لنرفع بيت إلهنا ونقيم خرائبه، وليعطينا حائطا في يهوذا وفي أورشليم. طب وتد يثبتنا، دي فهمناها دي، إنما يدينا حيطة يعني إيه؟ دي زي يدينا الطرشة؟ أقول لا، يدينا حيطة يعني الحيطة بتعمل إيه للبيت؟ الستر. الشيطان لما اشتكى على أيوب قال له الصنطة إيه؟ ساتر عليه، ما هي معناها كده مسيك حواليه، يعني عامل حواليه أسوار. دي مش مقصود بها أسوار أورشليم، أسوار أورشليم بدأ عزرة واللي معاه يرممه ونحمية والناس دي، إنما ده بيقول له أنت رب بقيت تحط حيطان حوالينا تحمينا. ما قالش بتحط سقف، لو قال بتقول ان بيحط سقف فوق دماغنا يبقى يقصد يحميهم من تدخلات فوق ارادتهم اللي هي قوه خارقه للطبيعه اللي هي القوه الشيطانيه. لكن لا، ده بيقولوا له المشكله كانت بيننا وبين الناس بس، اختلطنا بستات وثنيات حليت في عينينا، وراى بنو الله بنات الناس انهن حسنات. كانت النتيجه الطوفان. المره دي بني اسرائيل اختلطوا وجوزوا وثنيات، كانت النتيجه سبي بابل. وهكذا كان يتعامل معهم الله بهذا الشكل. لكن ليكون ليعطينا حائطا في يهوذا وفي اورشليم، بتشاور على ايه في سفر زكريا 2:5 بتقول واكون لهم سور نار حولهم، اكون لهم سور نار. كتير وانا بصلي للناس اقول يا رب حوطهم باسوار من نار، حتى دي كتبتها برضو في ترنيمه كده، حوطهم بإيه؟ بأسوار من نار. دي من سفر زكريا. لكن أسوار أورشليم كانت بتترمم وتتبني في أيام عزرة ونحمية. اتكلمنا بعنوان رداء صلاة المساء، وقلنا الوضع الأليم والشخص العظيم وإلهنا رحيم. ربنا يرحمني ويرحمكم، يباركني ويبارككم، وليه المجد من الآن وإلى الأبد. آمين.